Thank you very much and good afternoon everyone. العالم بيواجه تحدي جديد. Today in this very notable اليوم نحن في هذه الجلسة الهامة ونعالج ونتعامل مع هذا الحجر الجميع. وكما ذكرت سارة فإن هذه المبادرة مبادرة غير مسبوقة وتم تقديمها كتوصية من الجهات الغير حكومية الفاعلة من الدكتور محمود محي الدين إلى المجلس الأعلى لمؤتمر كوب 27 وبالتالي أصدر رئيس الوزراء قرار بتبني هذه المبادرة باعتبارها المبادرة الأساسية للحكومة المصرية وأن تكون مبادرة مستمرة كل عام. ونحن نفخر أن يكون لدينا هذه المبادرة تحت إشراف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع كل الوزارات والمؤسسات والقطاع الخاص ومؤسسات الفكر. وأعتقد أن تمثيل هذه الحاضرين في هذه الجلسة لدينا الحكومة، لدينا مؤسسات الفكر، ولدينا المجتمع المدني، وأيضا القطاع الخاص كمدير لهذه الجلسة. إذن بشكل أساسي فإن هذا هو الموضوع الأساسي لكل المبادرات الحكومية التي دائما يتم تقديمها. الحكومة تقوم بالتنسيق وبالإشراف على كل الأنشطة والمبادرات مع اللاعبين والفاعلين الأساسيين في القطاع الخاص ومؤسسات والأكاديميات ومؤسسات الفكر باعتبارهم من الفاعلين الأساسيين. وهدف المبادرة الرئيسي هي أن تنظروا وتنخرطوا. أعتقد أن الفيديو قد تم تشغيله. كل يوم بيعدي العالم بيواجه تحدي جديد. الاحتباس الحراري، التصحر، ارتفاع مستوى سطح البحر، نقص الموارد وخصوصاً المياه، وغيرها من التحديات اللي بتهدد الإنسانية نتيجة تغير المناخ. لكن بتفضل الأفكار المبتكرة والحلول الذكية فرصة حقيقية لحياة أفضل. ومصر هي دايماً أرض الفرص. علشان كده أطلقت استراتيجيتها لتنمية المستدامة رؤية مصر 2030 كأساس مهم لتحسين جودة حياة المواطن وخلق تنمية شاملة ومستدامة. وكملت مصر خطواتها تجاه الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050. والنهاردة مصر بتستعد لاستضافة الدورة 27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ كوب 27. ومن هنا جت الفكرة لإطلاق المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية من قلب كل محافظة مصرية كفرصة غير مسبوقة بتقدم حلول مصرية مبتكرة للتحديات البيئية وبترسم خريطة للمشروعات الخضراء الذكية في كل محافظات الجمهورية كخطوة على طريق للوصول لمستقبل مستدام. الهدف من المبادرة مش بس تشجيع المشروعات الوطنية على استخدام الحلول الخضراء والذكية، لكن كمان نشر الوعي المجتمعي بتحديات تغير المناخ ودور التكنولوجيا الحديثة في مواجهتها. ده غير إشراك كل فئات المجتمع والاستثمار في العنصر البشري، بالإضافة لدعم جهود توطين أهداف التنمية المستدامة بالتعاون مع كل الفاعلين من الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية، بالإضافة للمنظمات الإقليمية والدولية. ولضمان تحقيق أهداف المبادرة على جميع المستويات، تم تقسيم المشروعات المستهدفة لست فئات، وبتشمل المشروعات الكبيرة، المشروعات المتوسطة، المشروعات المحلية الصغيرة وخاصة المرتبطة بمبادرات حياة كريمة، مشروعات الشركات الناشئة، المشروعات التنموية الخاصة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح. ولأن مصر مليانة بالكنوز البشرية والعقول المبدعة في كل المجالات، بلغ إجمالي المشروعات اللي اتقدمت للمبادرة من خلال موقعها الإلكتروني أكثر من 6000 مشروع موزعة على 6 فئات من 27 محافظة. علشان تبدأ عمليات اختيار أفضل 6 مشروعات خضراء ذكية المؤهلة في المحافظات من خلال لجان تنفيذية داخل المحافظات على عدة مستويات لضمان الحوكمة، بالإضافة لتحديد المشروع اللي هيكون سفير لكل محافظة. وتكون مهمة اللجنة الوطنية بعدها اختيار وتقييم أفضل المشروعات في الفئات المستهدفة بمشاركة بعض منظمات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية طبقاً لعدد من المعايير تم وضعها من خبراء متخصصين. وبتشمل المعايير مراعاة المشروع للمكون الأخضر ومعايير الاستدامة، بالإضافة لمعيار المكون التكنولوجي مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء،
أما المعيار الثالث فهو قابلية المشروع للتكرار أو التوسع، وأخيراً أثره الممتد على المجتمع. أما فئة مشروعات المرأة بتخضع لمعيار إضافي وهو التمكين. وبالفعل ومن بين 162 مشروع تأهلوا للمرحلة النهائية، أعلنت لجنة التحكيم عن 18 مشروع الفائزين على مستوى الجمهورية علشان يمثلوا مصر في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27 كفرصة جديدة لتعزيز التكامل بين الجهود الوطنية والدولية في مواجهة مخاطر تغير المناخ من خلال حشد التمويل والاستثمارات اللازمة لدعم التحول للاقتصاد الأخضر. ودي مش النهاية، دي مجرد خطوة في طريق الألف ميل. ومهما كانت التحديات، هتفضل المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تجربة ملهمة ومبتكرة من قلب مصر لكل العالم، بتأكد إن تعاوننا مع بعض لحماية كوكبنا هو سبيلنا الوحيد لحياة أفضل. ولحد ما يتحقق الحلم، هتفضل مصر زي ما كانت أرض الفرص، وهتفضل المبادرة مستمرة في تحقيق هدفها، حلول مصرية لمستقبل مستدام. لكي أكمل ما كان في سؤال سارة، ما هو الهدف الأساسي من هذا؟ نحن نفخر بأن يكون لدينا قرار رئيس الوزراء باعتبار وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية كالمشرف على هذه المبادرة، ولكن أيضا لدينا شركاء وزارة التعليم، وزارة البيئة، وزارة الخارجية، وزارة الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات، وأيضا مؤسسات الفكر ومؤسسات التدريب، القطاع الخاص. إذن هناك الكثير من المؤسسات مشتركة في هذا العمل، والهدف الرئيسي هو أولا نشر الوعي وانخراط جميع الأفراد على المستوى المحلي. من المهم حين يكون لدينا مبادرة أن نبدأ من الجذور، لأن التنمية تحدث من الجذور من البداية. نتحدث عن المستوى المحلي. إذن مقدار الحماس والانخراط الذي نراه من الأفراد على المستوى المحلي في مختلف المحافظات كبير جدا. الشيء الآخر هو التمكين الاقتصادي. لدينا مشروعات، لدينا إمكانية للتوظيف وإيجاد فرص عمل ومشروعات. إذن التمكين الاقتصادي يعتبر أحد النتائج الرئيسية لهذه المبادرة. الهدف الثالث هو زيادة الابتكار. نحن دولة لديها 60% من السكان تحت في مرحلة الشباب، وبالتالي نحن نعول على الشباب وعلى حماسهم وعلى إبداعهم لكي يتفاعلوا مع هذه المشاريع الخاصة بريادة الأعمال وتلك المبادرات. إذا لدينا الكثير من الابتكار، وبالتالي فإن الإبداع والابتكار نتيجة أساسية. النتيجة الرابعة هي الفرص المتساوية. هذه المبادرة تم تقسيمها إلى 6 توجهات مختلفة: المشروعات الكبرى، والثاني هو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والثالث هو المشروعات المرتبطة بالنوع الاجتماعي، وبعد ذلك المشروعات التي يقدمها المجتمع المدني. وبعد لذا فإن لدينا فرص متساوية للجميع، ولدينا المجلس القومي للمرأة وهو شريك أساسي في هذه المبادرة. النتيجة الخامسة هي بناء القدرات. حين بدأنا هذه المبادرة وكان هناك القرار الذي صدر في نهاية يوليو وتم تطبيقه على الأرض من بداية أغسطس، وكان هناك الكثير من التدريب وبناء القدرات والكثير من الاستثمارات في رأس المال البشري، وهذه نتيجة أساسية لتلك المبادرة. ورغم أن الوقت الذي كنا فيه على الأرض كان فقط حوالي 60 يوم، فإننا استطعنا أن نتلقى أكثر من 6,000 فكرة، وهذا يظهر مدى القدرات المتاحة لتقديم المزيد من الأفكار الإبداعية التي تخص المشروعات الخضراء. وأخيرا مع هذا النوع من المشروعات فإننا يمكن أن يكون لدينا نوع من خريطة الاستثمار لمصر التي تأتي إلينا ويتم خلقها من داخل المجتمع، من الشباب، من الطلاب، من مؤسسات الفكر، من
المجتمع المدني. هؤلاء هم الذين يقومون بكل شيء. لدينا الأساتذة الجامعات، الطلاب هم أيضا فاعلين في هذا الصدد. حقيقة النتيجة مدهشة، وهناك الكثير من الأهداف. وأعتقد أننا حين بدأنا هذا العام من شهر ديسمبر فإننا سنتلقى ملايين من المشروعات التي يمكن أن يكون لديها خريطة استثمارية خضراء. فقط أود أن أشكر زملائي في الوزارة، السفير بدر والمهندس خالد وكل الفريق، على العمل الرائع الذي قاموا به إنجاز هذا المشروع، وبالطبع كل المؤسسات الممثلة هنا على المنصة وغير الممثلين أيضا على المنصة، وشكرا جزيلا. معالي الوزيرة، رأيت وجه الدكتور خالد والدكتور هشام والسفير هشام بدري حين تحدثت عن ملايين من المشروعات، لأننا كنا نتحدث عن 6,000. إذن العمل الجاد يؤتي ثماره من خلال خلق المعايير، وأيضا بالنظر إلى إتاحة الفرص الملموسة. نحن نتعلم كيف يمكن أن نعرض مشروعاتنا. وأود أن أستدعي سيف مختار. سيف مبروك، ومن فضلك تفضلوا معنا هنا على المنصة. مشروع سيف هو خلق روبوت أو إنسان آلي، وهدف هذا الإنسان الآلي هو إزالة الزيوت أو البترول من المحيطات. مساء الخير للجميع. اسمي سيف أحمد، أنا طالب في كلية الهندسة جامعة الإسكندرية، متخصص في الكمبيوتر وهندسة الاتصالات. مشروعي فاز بالجائزة الثانية في مسابقة الطاقة الخضراء. نعني أن التلوث مشكلة كبيرة ويمثل قلقا كبيرا في مجتمعاتنا. كما تعلمون أن البلاستيك لا يتحلل ويستغرق مئات الأعوام حتى يتحول إلى أجزاء صغيرة تسمى مايكروبلاستيك. هذه الأجزاء مضرة جدا للحياة البحرية والأسماك والبشر الذين يتناولون هذه الأسماك بالطبع. إذن هذا يؤثر على صحتنا بشكل كبير، ولهذا فقد قررت أن أقوم ببناء روبوت صديق للبيئة، مصمم للعمل تحت سطح الماء، ويتم تشغيله بالطاقة الكهربية، ويتم يقوم بثلاث in addition to any oil leakage.